السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك 3 ساعات في رمضان هي أفضل الساعات، لأن الله عز وجل يستجيب فيها الدعاء. الساعة الأولى، أول ساعة من النهار بعد صلاة الفجر. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. ونص الفقهاء على استحباب استغلال هذه الساعة بذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، وفي الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. لذا يكره النوم بعد صلاة الصبح، لأنها ساعة تقسم فيها الأرزاق، فلا ينبغي النوم فيها، بل إحيائها بالذكر والدعاء. وخاصة أننا في شهر رمضان، الشهر الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب. الساعة الثانية، وهي آخر ساعة من النهار قبل الغروب. هذه الساعة الثمينة تفوت على المؤمن الصائم غالبا بالانشغال بإعداد الإفطار والتهيؤ له، وهذا لا ينبغي لمن حرص على تحصيل الأجر، فهي لحظات ثمينة ودقائق غالية، هي من أفضل الأوقات للدعاء وسؤال الله تعالى. فهذه الساعة هي من أوقات الاستجابة، كما جاء في الحديث: 3 مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه الترمذي. وكان السلف الصالح لآخر النهار أشد تعظيما من أوله، لأنه خاتمة اليوم والموفق من وفقه الله لاستغلال هذه الساعة في دعاء الله. الساعة الثالثة، وهي وقت السحور. السحور هو الوقت الذي يكون قبيل الفجر. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فاحرص أخي الصائم على هذا الوقت الثمين بكثرة الدعاء والاستغفار حتى يؤذن الفجر، وخاصة أننا في شهر رمضان، فلنستغل هذه الدقائق الروحانية فيما يقوي صلتنا بالله تعالى. قال الله تعالى حاثا على اغتنام هذه الساعات الثمينة بالتسبيح والتهليل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.